خلوني أخبركن قصتي. من أنا وصغيرة بيحكولي عن بلد لبنان يلي بيشتهر بغاباته، وكان اسمه لبنان الأخضر. لبنان الأخضر، 80% من مساحة لبنان كانت خضراء، بس آخر دراسة بتقول 13%. فرق بخوف، بس عنا أمل. أمل إجا لما فخامة الرئيس العماد ميشيل عون عطى الغابات والبيئة أولوية واهتمام خاص. أنا ورفقاتي كنا عم نتحضر لعشر مشاتي اللبنانية عم يعتمدوا تقنيات حديثة لنقوى ونصير قادرين نتأقلم مع كل الظروف وما يعود شي يقدر علينا. ومهمتنا نشارك دواس الغابات لبنان ببعضها لتتكلل جبالنا بالأخضر من جديد. العالم لا يكتبي ولا يتوازن إلا بثلاث أنواع من الحياة: العالم النباتي والعالم الحيواني والعالم الإنساني. لو طلعنا بالشجرة وبالأرض، الأرض هي بتعطينا النبات وهي اللي بتعطينا الغذاء. لا يمكن أن نعيش من منجم، لكن ذهب ولكن ألماس ولكن فحم حجري، كلتنا نعيش من الأرض، والأرض هي بتعطينا النبات والنبات بغزينا. الصحراء ما في حدا، يعني ما في نبات. محل ما في نبات في حيوان، في إنسان. فإذا منا دائما نتطلع بهالثالوث ونهتم فيه، مش بس ما ننزع شجرة، ما نفكر خليها تعيش، ما ننصيها، ما نحميها من القطع والغوغاء، ما نحميها من الحريق. وهيدي الثقافة اللي لازم نحن ننميها بين اللبنانيين. وأنا الشجرة المليون، كملوا معي القصة اليوم وزرعوني هون ببيت الشعب، البيت يلي رح يحضنني ويحميني ويساعدني حتى أكبر وضلني خضره.